السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله سبحانه وتعالى؟ ما زلنا في مدارج السالكين، وهذا هو الدرس الثاني عشر منه، من دروس المدارج، ولا زلنا أيضا في منزلة اليقظة التي هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. والسؤال: هل تيقظتم؟ هل حققتم منزلة اليقظة؟ يعني هل قمتم مقام اليقظة؟ قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذه القومة إلى الله سبحانه وتعالى هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. حين يستنير قلب العبد، يعني يطلب النور، يستنير يطلب النور، حين يستنير قلب العبد يعني يصبح فيه شيء من النور، كما قال ابن القيم في موضع آخر في منزلة الحياة، قال: إذا خلى القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالله وحده والدار الآخرة، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. حين تشرق شمس الهداية على قلبك، حين تشرق شمس الهداية على قلبك، فإن أول ما يستنير قلب العبد بالحياة، يحيا
يرى نور التنبيه ينزعج القلب لروعة الانتباه فيقوم من ركضة الغافلين. هذا الانزعاج وهذه الاستنارة وهذا النور له ثلاثة مراتب. مرتبته الأولى أول مرتبة للمتيقظ، واحد نايم وصابع عنده مشوار مهم أو عنده امتحان، أول حاجة أنه يقوم. أول مراتب هذا النائم لحظ القلب إلى النعمة، أن يرى القلب نعم الله عليه. القلب بقى يشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه. وتكلمنا عن قضية النعم وموقف المسلم منها، أن يستعيذ بالله أن يقع في قلبه في قلب العبد نسبة النعم إلى غير الله، فتصبح النعم كلها من الله. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، فتنسب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يعتقد أنه لا يستحقها وأن كل النعم من عين جود المنة من محض فضل الله على العبد، فلم يستجلبها بثمن ولا استحقاق. ثم في النهاية أن من شروط شكر النعمة استعمال النعمة في طاعة المنعم، ده شرط. ألا تستعمل النعم في معصية المنعم، ألا تستعين بالنعم على معصية المنعم سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتيقظ، فإذا تيقظ أول ما يلحظه نعم ربنا عليه، وأول ما يلاحظ النعم يسقط من قلبه رؤية استحقاقه لهذه النعم، ويستعمل النعم في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فيرى شيئين، يرى كثرة النعم إذا كلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد كثرتها وعظمتها ورأى عجزه عن شكرها. فإذا رأى كثرة النعم ورأى العجز عن الشكر حصل له بسبب ذلك نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم والإزراء على النفس. محبة المنعم يبدأ يحب ربنا، يحب ربنا حقيقة. اثنين، الخضوع له والذل والانكسار. ثلاثة، الإزراء على النفس. ووقفنا في اللقاء الماضي وقفة طويلة مع قضية الإزراء على النفس، وكنت أود أن أعرج الليلة على قضية أشرت إليها في اللقاء الماضي إشارة، فطالبني بعض الإخوة بزيادة توضيح في هذه المسألة، وهي مسألة رؤية النفس. أيها الإخوة، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: النفس جبل شاق وعر في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل للوصول إلى الله تعالى إلا من على هذا الجبل. يعني بينك وبين ربنا جل جلاله جبل، الجبل ده هو جبل النفس. النفس جبل شاق وعر في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الجبل جبل النفس، هذا الجبل العجيب الجبل العالي جدا، في هذا الجبل أودية وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطع طرق. في جبل النفس، في الجبل الذي هو النفس، كل هذه الآفات. لذلك بينك وبين الله نفسك، نفسك. وأول ما يعظم هذا الجبل رؤيته، رؤية النفس. أقول تاني برضو نقطة مهمة جدا في قضية النفس،
أن النفس الأمارة بالسوء هي أصعب شيء بينك وبين الله. أعدى أعدائك نفسك. اللهم قنا شر نفوسنا يا رب. لما أسلم حسين أبو عمران بن حسين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم وقال علمني يا رسول الله. قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. جريت كل واحد مننا يكتب الجملة دي ويلزمها. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. إلهام الرشد، الرشد معرفة الحق واتباعه. عشان كده بنقول الخلفاء الراشدين الذين عرفوا الحق واتبعوه. عكسها عكس الراشد غاوي، غاوي من الغواية. الغواية أن يعرف الحق ولا يتبعه، أن يعرف الحق ويتبع الباطل، يبقى اسمه غاوي، غاوي. فالشاهد إيه؟ أن هذا الرشد، اللهم ألهمني رشدي أن ألهم الحق وأن أعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الحق، والإخلاص في العمل بالحق، واليقين في الثبات على الحق. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق حتى نلقاك به. آمين آمين. إخوتي اللهم احفظها ولا تنسها واجعلها من دعواتك. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. هذا الدعاء الذي يفيدك إن أضر ما عليك في هذه الحياة نفسك التي بين جنبيك. يا رب اكفنا شر انفسنا يا رب. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا ويقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نفسك يا رب، يا رب قنا شر نفوسنا يا رب. سبحان الله العظيم، الذين قتلوا عثمان بن عفان كان أولهم رجل دخل على عثمان رضي الله عنه، عثمان ذو النورين الخليفة الراشد رضي الله عنه، دخل قاتله عليه فطعنه طعن، طعنه ست طعنات. قال أما واحدة فلله، وأما خمس فلما في صدري. وهو كذاب، الستة لما في صدره، ليس فيها شيء لله. هكذا حملته نفسه الأمارة أن يقتل خليفة راشد زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو النورين المشتري بئر روم، الذي بنى بيته في الجنة، الذي مات ورسول الله عنه راض. قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. مجهز جيش العسرة الذي أوقف ثروته في عام الرمادة في زمن عمر. فالشاهد نفسه تسوي له أن يقتل هذا الرجل، ثم يصدق في جملة، في جملة وخمسة لما في صدري. هي ستة لما في صدره لا نشك في ذلك، لكن أنا أستشهد بالكلام نشوف غل صدره. هي دي شرور أنفسنا، قد ترينا الباطل حقا
وترينا الحق باطلا. قال الله جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه النفس كيف نتخلص منها؟ كيف نعبر جبل النفس؟ قلنا 5 حاجات. الأولى ألا ترى نفسك، وقلنا ببساطة ما تشوفش نفسك. الجملة المعروفة عندنا في لغتنا الدارجة العامية: فلان ده شايف نفسه شوي. انك انت ما تبقاش شايف نفسك لا شوية ولا كتير، انت مين وانت ايه وانت ليه؟ اياك ان ترى نفسك. وضربنا لذلك مثالين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث اللي سمعناه قبل الحلقة مباشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. شفت ازاي مش شايف نفسه؟ قالوا له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. لو كان شايف نفسه صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو كان شايف نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قال لهم: إنكم لستم كهيئتي، أنا عبد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ولو قال لصدق، ولكان من حقه أن يقول: أنا حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، أول من يحرك حلق الجنة، بيدي لواء الحمل، آدم والنبيون خلفي، أنا لا أسأل حتى أنت، أنتوا حاجة وأنا حاجة، أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي. كان يقدر يقول كده، ولكن لم يرى نفسه. لما قالوا له: حتى أنت؟ قال إيه؟ حتى أنا. ولا أنت؟ قال: ولا أنا. لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. والموقف الآخر مع زوجته حبيبته السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال: أوجاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: نعم، وكل بكل بن آدم قرينه من الجن. قالت: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. حتى أنا دليل على أنه لم يرى نفسه، لم يرى نفسه. الشاهد يا إخوة أن عدم رؤية النفس، وقد سقنا في اللقاء الماضي قول ابن القيم عليه رحمة الله: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها، فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وإنما علم أنه لله وبالله ومن الله، فليس له ولا به ولا منه ولا فيه خير البتة إلا أن يشاء الله له ذلك، فالله هو المان به ابتداء وإدامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه
حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. لولا أن أنا عارف أن أنا أسوأ من الناس دي كلها كنت هجرت الناس دي كلها. عشان كده لما أخ في الله بيقول لأخيه أنا أحبك في الله، فقال له لو عرفت ذنوبي لأبغضتني في الله. قال له لو عرفت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا. اللهم إنك حيي ستير تحب الستر، فاسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم 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 استرنا بسترك الجميل على ما تحب، فإنك سبحانك قد تستر على ما تكره. فاللهم استرنا على ما تحب، اللهم استرنا واجعل الستر على ما تحب يا حي يا قيوم، آمين. قال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. قال بكر ابن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. أنا بسألك، عمر حصل المعنى ده في قلبك؟ إنك بصيت للمسجد كده وهو مليان في خطبة الجمعة وقلت ياه كل الناس دول أحسن مني عند ربنا؟ وقعت في قلبك إنك وقفت مرة واحدة في حياتك يوم عرفة، ولا في عمرة في رمضان في الحرم، ولا في مجمع كبير من الناس، قلت يا رب استرني يا رب، أنا أوحش واحد في الناس دي كلها، أنا أسوأ واحد في الناس دي كلها، أنا أكتر واحد عنده ذنوب في الناس دي كلها؟ يا ترى الكلام ده وقع في قلبك؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه الإزراء على النفس. ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا سيدي؟ ليه دايما شايف نفسك أحسن من الناس وأكبر من الناس وأتقى من الناس وأعلم من الناس؟ ليه؟ مش دأب العلماء كده أبدا، ولا العباد، ولا القانتين المخبتين، والله ولا دأب الصادقين والصالحين، إنه يبقى شايف نفسه ومنفوخ كده ومستكبر ومغرور ومحجب. اللهم طهر قلوبنا من هذه الأمراض. شوف سبحان الله العظيم، لما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد ابن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال سفيان: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ سفيان الثوري بيقول له: هو اللي زي كده
ممكن ينجو من النار؟ هو اللي زي كده ممكن ما يدخلش جهنم؟ سفيان الثوري، سبحان الله العظيم. أمال اللي زي كده يروح فين؟ لما سفيان ما ينجوش، اللي زي سفيان ما ي... أمال اللي زي أنا كده يروح فين؟ داهية يروح فين؟ بلوى يروح فين؟ مصيبة نقول ايه؟ نقول ايه بعد كلام الناس وكلام العلماء؟ ما كانوش شايفين نفسهم. هشام الدستوائي يقول والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي والله ولا أنا. طب لما هشام الدستوائي وسفيان الثوري بيظنوا في نفسهم انهم مش مخلصين، يبقى مين المخلص؟ اللي شكله انا كده؟ مين يبقى المخلص يا ناس؟ يبقى معناها ان احنا لا احنا فاهمين اخلاص ولا احنا عارفين نخلص ولا عمرنا ما هنخلص اذا كان الامر كده. لكن ده كله من باب الإزراء على النفس، الإزراء على النفس. ذكر داود الطائي في جماعة من الناس فأثنوا عليه خيرا، جت سيرته في قعدة كده، فقعد الناس يقولوا ده والله رجل طيب، ده رجل صالح، ده رجل فاضل، ده أنا شفته صايم 10 سنين متواصلة، ده أنا سمعت أنه بيقوم الليل كل ليلة، ده بيختم القرآن كل يوم، داود الطائي. فقال داود لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما زل لنا لسان بذكر خير أبدا. طب الحل ايه؟ اللي زي حالتنا كده يعمل ايه؟ قال ابو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الاوقات ولم يخالفها في جميع الاحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر الأوقات كان مغرورا، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها. نسمع الكلام ده تاني بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات. لازم تتهم نفسك كان الأحنف ابن قيس رضي الله عنه يضع يده يضع إصبعه على لهب المصباح ثم يقول حس يا حنيف ما حملك على صنع كذا يوم كذا، حس يا حنيف. يقول له حس، حط صباعه كده على طرف المصباح
يحط صباعه كده على الولعه ويقول لنفسه حس حس، تستحمل النار دي؟ امال بتعصي ربنا ليه عشان تدخل جهنم؟ هي دي، يتهم نفسه على دوام الاوقات. اتهم نفسك، يقول لها ايه؟ ألست صاحبة كذا وكذا وكذا؟ لما النفس، ما هي النفس أمارة بالسوء، النفس بتغر الإنسان، فلما تيجي نفسك تغرك تقول لك ده أنت حجيت مش عارف كم مرة، ده أنت عملت مش عارف كم عمرة، يا عم ده أنت من صغرك بتصلي، ده أنت حافظ القرآن كله، ده أنت ده أنت ده أنت. أقول خراسي، قول لنفسك كده خراسي، تضحكي عليا، هتخدعيني، هتنكري بيا يا نفسي، هو مش انت اللي في اليوم الفلاني نمتي عن صلاة كذا؟ مش انت يا نفس اللي في اليوم الفلاني اذنبتي الذنب الفلاني، اذنبتي الذنب الفلاني؟ مش انت يا نفس اللي في اليوم الفلاني عملت كذا وكذا وكذا وكذا؟ هي دي، يتهم نفسه، يقول لنفسه يا نفس انت بتعدي لي الحج، طب عدي لي ايه اللي ربنا قبله منهم؟ بتعدي الصلاة، طب قولي لي كم صلاة اخلصنا فيهم لله وكانوا على السنة؟ اسكتي يا نفس، خلينا مستورين يا نفس. ولم يخالفها في جميع الأحوال. مخالفة النفس سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول لا يصوم. كان يصوم لحد ما نفسه تعتاد الصيام وتألفه، ويروح نائل نفسه للضد، يفطر ويفطر لحد ما نفسه تعتاد الإفطار وتألفه ويصوم. وأيضا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تراه في أي ساعة من الليل قائما وجدته قائما، وإذا أردت أن تراه في أي ساعة من الليل نائما وجدته نائما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم أول الليل وينام وسط الليل ويقوم آخر الليل، ويرجع ينام أول الليل ويقوم وسط الليل وينام سدس ويقوم آخر الليل، كان يرجع تاني يقوم آخر الليل وينام، وهكذا يقوم أول الليل لحد ما نفسه تعتاد النوم في الوسط ويقوم في الوسط، لحد نفسه ما تعتاد القيام في الوسط يقوم في الآخر، لحد ما نفسه تعتاد القيام في الآخر يقوم في الأول. مخالفة النفس وتربية النفس، لأن مشكلتنا في زماننا هي مشكلة النفس، أنه أحيانا تتحول معنا العبادات إلى عادات، إن العبادة تتحول إلى عادة، تتحول مرة تانية إلى عادة، فتصبح تؤدي العبادة روتينية، تؤدي العبادة بطريقة تلقائية روتينية لا تحس حلاوتها، بل تؤديها بملل، زي اللي بيقرأ القرآن من غير حضور قلب، اللي بيذكر من غير حضور قلب، اللي بيصلي من غير حضور قلب. ليه؟ بقت العبادة عادة. عشان كده الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في أول الليل، ويقوم في وسط الليل، ويقوم في آخر الليل، ويقوم في يوم تلت، وبعدين ينام تلت ويقوم سدس وينام سدس، وهكذا يقوم سدس وينام تلت وينام نص وبعدين يقوم تلت، وهكذا لترويض النفس. اللهم قنا شر نفوسنا. انكسار العبد وذله وخضوعه لله
خير أعماله. كان راهب في بني إسرائيل في صومعة 60 سنة، فأتي في منامه فقيل له إن فلانا الإسكافي اللي بيصلح الأحذية خير منك. فأتى الإسكافي فسأله عن عمله، فقال ليس لي كبير عمل إلا أنه لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننت أنه خير مني. فعلم الراهب أن الإسكافي فضل عليه بإزرائه على نفسه. من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها. دايما نقول إن الذي سينتظر حتى تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، لابد أن نكره نفوسنا أو أن نحمل نفوسنا على الخير كرها، لابد أن نحمل نفوسنا بالإكراه على فعل الخير. اللي يجي نقول له قوم الليل يقول طيب أنا بس عايز أقوم الليل، لما بقى في ليلة كده إيه نايم بالنهار ومرتاح ومظبط أموري عشان أقوم صح، عمره ما يقوم. اللي نيجي نقول له تصدق يوم يقول إيه أنا إن شاء الله ناوي أتصدق بس لما يبقى معايا مبلغ محترم كده وكويس وأنفق من ساعة عشان أنفق نفقة اللي هي، عمره ما ينفق. اللي بنقول له اقرأ جزئين قرآن كل يوم، طيب بس لما تمر الظروف دي عشان أفضى وأقرأ قرآن، عمره ما هيقرأ قرآن. الظروف لا تنتهي والمشاكل لا تنتهي والهموم لا تنقضي والنفس ستخلق كل يوم لك أعذارا، فلذلك لابد أن نحمل نفوسنا على مكروهها في سائر أوقاتها. ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. اوعى تصلي وبعدين تقول أما أنا راجل ما فيش مني، اوعى تعجب بصلاة أو صيام أو صدقة أو تلاوة قرآن أو حج وعمرة أو علم أو إلى آخر، اوعى تعجب بنفسك تبقى أهلكت نفسك. اوعى تعجب بنفسك فالمعجب محبط عمله. إياك أن تعجب فإن العجب يجعلك يجعل النفس تستأسد. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون. هو ده الخطر، إن ممكن واحد يبقى عابد وزاهد ولكن شايف نفسه معجب بنفسه فتستأسد النفس. لما النفس تستأسد يعني تعمل أسد بقى، تلتغم العمل. بنقول إن أكبر إشكال بيواجه العباد بيواجه الصالحين أن يرى عمله. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
الذي قام حتى تورمت قدماه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض لما قالوا له، لما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا. تخيل أنت بقى، ولا أنا بعد كل العبادة دي. شوف ما شفهاش، لما قالت السيدة عائشة يا رسول الله ألا تكون عبدا شكورا، قالت السيدة عائشة يا رسول الله أليس قد غفر لك من ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، هو أنا لسه أديت شكر النعمة دي علي؟ صلى الله عليه وسلم. لذلك من رأى نفسه، من نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه الفاروق، قال اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال إن الإنسان لظلوم كفار. سبحان الله العظيم، شوف تواضع السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألها رجل عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقالت يا بني هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم، فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا حبيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المبشرة بالجنة، لقد أريتك زوجتي في الجنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن مسروق قال دخل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه على أم سلمة رضي الله عنها فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. السيدة أم سلمة بتحدث بحديث تقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أصحابي من الصحابة اللي مش هيشوفني بعد ما أموت تاني أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له اسمع ما تقول أمك. فقام عمر رضي الله عنه حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا. لا أدري ماذا أقول، ولكن أتعجب من آبائي السادة الصحابة رضوان الله عليهم.
سيدنا عبد الرحمن بن عوف، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، كان حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من العشرة المبشرين بالجنة. وسيدنا عمر الفاروق الملهم، الصحابي الكبير، اسمعوا حديث ان بعد ان اموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ان اموت فمن اصحابي من لا يراني بعد، يقوم سيدنا عمر يفكر انه يكون منهم. والله دي عجيبة من العجائب. انا بودي ان انا اسألك، لو انت تتهم نفسك، يعني النهاردة بنقول ان في ناس هيحال بينهم وبين النبي، الرسول يقول امتي، فتقول الملائكة لا انك لا تدري ما احدثه بعدك، خفت انك تكون منهم؟ تقول لا انا من اهل السنة. بقى عمر وعبد الرحمن بن عوف يخافوا وانت ما تخافش؟ ينفع كده؟ اظن انت لو كنت مكان عمر ومكان عبد الرحمن وسمعت السيدة أم سلمة بتقول من أصحابي من إذا مت فلن يراني بعده، تقول ده المنافقين بقى، عبد الله بن أبي سلول ابن سلول وغيره، دول اللي مش هيشوفوا النبي، أما أنا ده أنا الخليفة. كما يقول ابن الجوزي فيا عجبا لخوف عمر مع عدله ولأمنك مع ظلمك. أنا مش عارف إيه اللي مخليك مطمن قوي كده، إيه اللي مخليك واثق من نفسك قوي كده، مش خايف ليه؟ سيدنا عمر كان يروح لسيدنا حذيفة بن اليمان ويقول له أبي الله عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال له النبي كان قال لك ان انا قال لك اسمي في اسماء المنافقين؟ عمر، عمر، سبحان الله العظيم. عمر بيفكر انه مش هيشوف النبي تاني، اللي لما النبي مات كان هيموت، اغمى عليه من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خايف لحسن ما يشوفش النبي تاني، يكون من اللي هيحال بينهم وبين النبي. شيء عجيب جدا. عن مالك بن دينار قال إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد ثم قال ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا، يزري على نفسه. فأوحى الله إلى نبيهم إن فلانا صديق. شاف ناس طيبين قاعدين كده فوقف على الباب وقال له يا رب وعزتك وجلالك انا مستحي ادخل في وسطهم، ده انا كذاب وانا نمام وانا كسلان وانا مفرط، انا صاحب كذا، يعني وذكر ذنوبه ازرع على نفسه، فكأن الله جل جلاله رأى إزراءه على نفسه
فرفعه بها درجة. وعن قتادة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. قال لهم: اطلبوا مني، قولوا لي ادعي لكم، لان انا شايف نفسي صغير، صغير عند نفسي. يا ترى انت صغير عند نفسك ولا كبير؟ شايف نفسك ايه؟ ايه رأيك في نفسك؟ شايف نفسك عالم؟ شايف نفسك صديق؟ شايف نفسك من العباد والزهاد والصالحين؟ شايف نفسك صاحب طاعات وقربات؟ شايف نفسك أحسن من ناس كتير؟ أنت شايف نفسك؟ شايف نفسك إيه؟ ولا شايف نفسك مذنب، خطأ، مقصر؟ شايف نفسك إيه؟ هي دي القضية. أنت شايف نفسك إيه؟ قال: سألوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. وكان داود عليه السلام ينظر إلى أغمص حلقة في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم ثم يقول: يا رب، مسكين بين ظهراني مساكين. لما يبقى الأنبياء يقولوا عن نفسهم مساكين، مش سيدنا النبي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مش هي دي؟ إيه انت شايف نفسك ايه؟ مسكين ولا من الاكابر؟ شايف نفسك ايه؟ بتروح تقعد فين؟ وتحب تقعد مع مين؟ وشايف نفسك زي مين؟ واكبر من مين؟ واصغر من مين؟ ومين مش قدك؟ شايف نفسك ايه؟ وشايف نفسك تستاهل ايه وتكون ايه؟ قال موسى: يا رب، اين اجدك؟ يا رب، اين ابغيك اطلبك؟ قال الله: ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هي دي، ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذاك لن هدموا. قال شيخنا فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله تعالى:
في تحقيق كلمة الإخلاص، قال: وهذا المعنى صحيح، يشهد له من السنة الصحيحة حديث أن الله جل جلاله يقول يوم القيامة لعبده: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا لله، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عند المريض، عند المنكسرة قلوبهم من أجله؟ هم دول المنكسرة قلوبهم من أجله، تجد الله عندهم قريبا منهم، يدنو منهم. طبعا دنوا وقربا يليق بجلاله وكماله سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فما أقرب أهل الانكسار إلى ربهم، وما أقرب ربهم منهم. أأنت منهم؟ ثمة فرق بين المنكسرة قلوبهم وبين الذين يكسرون قلوب الناس، وثمة فرق بين المنكسرة قلوبهم وبين الطاغية قلوبهم، القاسية قلوبهم، المعجبة قلوبهم. نعم، اللهم اجعلنا من المنكسرة قلوبهم. نعم إخوتي، الذل والخضوع هو أصل العبودية، وهذا الطريق طريق الذل لله والخضوع والانكسار، انكسار القلب لله، باب خاص جدا من أبواب العبودية. قال بعض العباد: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا ورأيت عليه الزحام، حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق. يا ترى أنت جربت الباب ده؟ أن تخشع وتقنع وتتمسكن وتخضع وتذل
وتقول إلهي وسيدي ومولاي عبيدك ببابك فقيرك ببابك مسيكينك ببابك الذليل الحقير ببابك المذنب الخطأ ببابك سيدي عبيدك سواي كثير وليس لي إن قبلتني فأنت أهل لذلك وإن طردت فأنا أهل لذلك مقر معترف هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك إن شئت سحقتها غير أن عافيتك هي أوسع لي سيدي ومولاي عمرك دخلت على ربك من الباب ده وتلسم هذا الباب وتظل تدق هذا الباب حتى يفتح لك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. إلزم العتبة دي، الذل، الانكسار، الخضوع، وعدم رؤية النفس، والإزراء على النفس، وذم النفس، وسوء الظن بالنفس. اوعى تفكر ان انت ده سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الله بن عمر التلاتة يقولوا ثبت عنهم الثلاثة انهم قالوا: لو اعلم ان الله قبل مني خطوة. سيدنا علي يقول: لو اعلم ان الله قبل مني خطوة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا سيدنا علي، طيب ليلة الهجرة مش محسوبة؟ طيب الراية يوم خيبر مش مقبولة؟ صوت الراية تاع غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه غدا. طيب نعد لسيدنا علي ايه ولا ايه؟ والاخر مات شهيد. ويقول: لو اعلم ان الله قبل مني خطوة. طب سيدنا عثمان، عبد الله بن عمر مش واثقين ان ربنا قبل منهم خطوة واحدة؟ انا مش عارف اقول لك ايه ولا اسألك. طب تفتكر انت ربنا قبل منك ايه؟ اذا كان دول خايفين كده يبقى احنا نعمل ايه؟
ونقول ايه؟ قال بعض السلف: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. الدعاوى، الدعاوى الكاذبة، الدعاوى الفارغة. لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر الذل، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة، يعني بعد فعل الفرائض. سبحان الملك. الكلام ده أنا نقله من مجلد السلوك للشيخ الإسلام ابن تيمية، مجلد العاشر في الفتاوى، الفتاوى الكبرى. عشان كده تعليقاته عظيمة جدا شيخ الإسلام رضي الله عنه. ومن مثل شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يقول عنه ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة يقول: أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي إلى اليوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. أنا بهدي هذه الجملة لنفسي ولكل الناس. إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولم أسلم إسلاما جيدا إلى الآن، بعد كل العلم ده، بعد كل الجهاد ده، بعد كل العبادة دي، بعد كل الصبر ده، بعد كل الطاقة اللي بذلها دي، بعد كل الأحوال الجميلة مع الله دي، شيخ الإسلام لما دخلوه السجن وقف كده وبص للقلعة، قلعة دمشق، سجنوه في سجن القلعة، سجن قلعة دمشق، وقف كده وبص لسجن القلعة وقال: والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. يقول: أنا لو اديتهم ملو القلعة دي ذهب مش هشكرهم على الخير اللي قدموهولي. إيه الخير اللي قدموهوله؟ سجنوه. ليه؟ عشان يقعد في خلوة مع الله، لا يشوف حد ولا حد يشوفه، ولا يكلم حد ولا حد يكلمه. شيخ الإسلام ابن تيمية ده بيقول في الوضع ده في آخر حياته المباركة: أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي كل يوم. ينفع أقول لك صحح إسلامك؟ ينفع؟ ولا تزعل مني تقول لي يعني إيه؟ قصدك إيه؟ أنت شايف إيه؟ شايفني بشرك؟ أنا موحد. شايفني ببتدع؟ أنا سني. شايفني بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة؟ أنا في الجامع. شايفني صح؟ مش دي الردود؟ طب والسؤال، هو شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيشرك ولا كان بيبتدع ولا كان بيسرق؟ ده الراجل مات ولم يتزوج، ولما سألوه: وانت لما لم تتزوج؟ ابتسم
فقال لو ذكرتني لفعلت. هل نسيت؟ لو كنت حد فكرني كنت اتجوزت ويصحح إسلامه كل يوم. ممكن تسمح لي بعد إذن حضرتك إن أنا أقول لحضرتك من فضلك صحح إسلامك، صحح دينك، انكسر لربنا شوية، اخضع وذل لربنا شوية، انسى نفسك الأمارة واستعيذ بيها، تسمح لي وتقبل مني وأنا بقولها لنفسي قبليك، ويا رب ارزقنا العمل والقبول. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا يا حي يا قيوم. لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعاوى. الدعاوى للادعاءات، أدعي أنا قريت كذا، أنا صليت كذا، أنا قمت كذا، أنا عبدت كذا، أنا عملت كذا. الادعاءات، أنا حسيت بكذا، أنا عشت كذا، أنا شفت كذا. الدعاوى العريضة، الوهم، الوهم القاتل، الوهم الذي يعيشه البعض، الوهم اللي الناس بتعيشه. للأسف الشديد دعاوى تبقى حجاب بينك وبين ربنا، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار. عايزين نزود جرعة الذل قوي 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 بأقصى ما نستطيع. أنا كنت بقول إنك تدخل المسجد تمشي بين الصفوف كده بين المصلين وتبص في وش المصلين، مش شايف ذل؟ يا ترى ليه؟ تعرف ليه؟ لأن الذل ده طاقة قلبية، وكلما زاد السحب قل الرصيد. فالطاقة القلبية دي لما بقى الإنسان النهاردة بيذل في أكل لقمة العيش، ويذل عشان ينال شهوته، ويذل عشان وعشان، بعد كل الذل ده يجي قدام ربنا ما يلاقيش ذل، ما يعرفش يذل. امال الذل ده يجي منين؟ لما يذل لله بكل طاقة قلبه على الذل، حتى يستنفد حب الله كل طاقة قلبه على الذل، فلا يستطيع أن يذل لأحد بعد الله. ليه؟ لأنه ذل لله فما عندوش ذل تاني، مش قادر يذل تاني، خلاص مفيش. لو حب هو نفسه يذل لحد أو لحاجة غير ربنا ما يعرفش، ما يعرفش. ليه؟ لأنه قلبه ليس فيه ذل إلا لله، نفدت طاقة قلبه على الذل. علماءنا بيقولوا ان الذل
ده كلام ابن القيم في منزلة المحبة في المدارج، هتيجي معانا. بس ناخد حتة الذل دي بس، ان الذل اربع انواع. النوع الاول ذل الحاجة والفقر، وذل كل الناس لله، كل الناس محتاجين لربنا ومفتقرين اليه، فده كل الناس بيجمعهم هذا الذل. اتنين ذل المحبة، يا هو الحب في ذل؟ امال ايه؟ المحب ذليل على قدر محبته، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد، اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. ما تسمخش بأنفك كده في الحب، لازم أنفك يبقى في الرغام. وقال آخر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. المرتبة التالتة ذل الطاعة والعبودية، ذل الاختيار، هذا خاص بأهل طاعة الله، والذل هو سر العبادة. لما يجي علماءنا يعرفوا العبادة يقولوا غاية الحب مع غاية الذل، هي دي العبادة. غاية الحب انك تحبه بأقصى ما تستطيع وتذلله بأقصى ما تستطيع، يبقى انت كده عبد لي. غاية الحب مع غاية الذل. المرتبة الرابعة في الذل ذل المعصية والجناية، ذل المعصية والجناية. هذا العاصي منكسر، وكسرة القلب بالمعصية كسرة خاصة، زي ما ابن القيم يقول كده في منزلة التوبة في المدارج، بيقول فالتائب منكسر كسرة خاصة لا تحصل برياضة ولا بعبادة، وإنما هي خاصة بالتوابين. شيء عجيب، والله شيء عجيب، إنك تلاقي التائب النهاردة في زماننا مش باين عليه الذل، عشان كده بيرجع للمعصية تاني. لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروحا، تراه على باب الذل مطروحا، وذلك إذا تاب لله توبة نصوحا. الذل قد علاه والحزن قد وهاه، فذل جسما وروحا لما تاب إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. ذل التوبة، ذل الخضوع، ذل الانكسار. ولذلك أعظم مشهد من مشاهد الذل السجود، فكان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ذليل وهو ساجد. في السجود
الساجد أذل ما يكون لربه، أخضع ما يكون لله. ولذلك هذه أشرف حالات العبد، أشرف حالة يكون عليها عبد حال السجود. لذلك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطول السجود ده قوي، زي ما قلت لك السيدة عائشة ظنت أنه قبض، فكرت أنه مات، حركت إبهامه فتحرك، فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. سبحان الله العظيم. ده سيدنا النبي حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهو أصلا كان بيطيل السجود في الأصل. فلذلك أنا عايز أسأل، تفتكر السجدة اللي سيدة عائشة فكرت أنه قبض فيها دي كانت قد إيه؟ 5 دقايق؟ طب 10؟ طب ربع ساعة؟ نص ساعة؟ ساعتين؟ هو مش صلى ليلة؟ فقام صلى الله عليه وسلم بخمسة أجزاء، البقرة والنساء وآل عمران، 5 أجزاء وشوي. ثم كان ركوعه مثل ذلك، ثم كان سجوده مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى 5 أجزاء بنقراهم النهاردة بسرعة في 2:30، يبقى كانت السجدة ساعتين ونص. تفتكر انت ايوه انت اطول سجدة في حياتك كانت قد ايه؟ تفتكر كانت قد ايه؟ تفتكر امتى كانت احلى حالة ذل عشتها لله اخر مرة؟ خضوع وانكسار ورغبة ورهبة. امتى كانت اخر حال، اخر مرة حسيت بجسمك بيرتعش من خشية الله وذكر الله وفاضت عيناك؟ كانت امتى؟ امتى اخر مرة حسيت بقشعريرة في جسدك لما شال شعر رأسك ثم فاضت عيناك؟ امتى؟ امتى اطول سجدة؟ امتى اطول ركعة؟ امتى اطول دعاء؟ تفتكر امتى رفعت ايديك كده لما كتفك وجعتك؟ امتى سجدت لما راسك نملت؟ امتى ركعت لما ظهرك وجعك لله؟ قيل لبعض السلف ما تشتهي
قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقف لما ظهري يوجعني. قل لي نفسك في إيه؟ بتحلم بإيه؟ بتشتهي إيه؟ بكى أحد السلف عند موته فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي أنني أموت ولم أشتفي من قيام الليل. يا ترى هنبكي على ايه ولا ايه؟ اخوتي انا احبكم في الله، عايزين ننطلق الاسبوع ده حد ما القاكم ان شاء الله السبت القادم في الذل لله والخضوع لله والانكسار لله، جاهد فيها انك تطول الوقفة في القيام لما ظهرك يوجعك، طول السجود لما راسك توجعك، طول الدعاء، طول البكاء. قرب لعل الله يرحمك.